مسعود علي هي الشخصية الوحيدة التي يحق لها دخول قاعات مؤتمر الحوار الوطني وحضور النقاشات دون أن تكون عضوا فيه. ترافق مسعودة زوجها الضرير أحمد عتيق إلى المؤتمر كل يوم وتحضر معه جميع النقاشات التي تدور في العلن وفي كواليس هذه القاعة، وهي تعتبر ما تقوم به واجبا تجاه شخص يصنع نجاحه بنفسه. ممكن أصفه بكلمة واحدة، إنه رجل بحجم الوطن بالنسبة لي، يعني من كل النواحي حقق أشياء ناس مفتحين ومبصرين ما حققوهاش، والحمد لله من حيث دراسته الماجستير والدكتوراه وكل عمله بكل حياته حتى العامة والخاصة. لا يقتصر دور هذه المرأة القادمة من ريف اليمن والتي لم تكمل تعليمها الجامعي على اصطحاب زوجها إلى قاعة المؤتمر فقط، بل إنها تلعب دورا حيويا في متابعة كافة الأفكار والرؤى التي تطرح في أروقة المؤتمر وخارجه، وإيصالها إلى زوجها ما يجعل مشاركته ومناقشاته مع زملائه فاعلة. تحاول أن توصل لي كل الأفكار التي تحتاج إلى رؤية عن طريق القراءة، عن طريق الشرح، توصل لي كل ما أريد أن أتصل به حتى أكون على علم بكل شيء، فتكون مداخلاتي ومشاركاتي مبنية على دراية كاملة، والسبب أنها ترافقني بوعي وتدري ماذا أريد، هي تدرك ماذا أريد، ولذلك كانت مرافقاتها لي هامة جدا. يدا بيد استطاع هذان الزوجان على مدى 22 عاما أن يتجاوز محطات صعبة في طريق صنع مستقبليهما، وهما اليوم ينظران بإيجابية وتفاؤل إلى مشاركتهما في الحوار الوطني الذي يسعى إلى رسم ملامح مستقبل اليمن. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، صنعاء.